معانا على التليفون مهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أي الرجل المسؤول داخل الوزارة عن حل هذه المشكلة. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا فندم. إزيك أستاذ يوسف؟ إزاي الصحة؟ كله تمام؟ كله تمام والله الحمد لله. طيب إحنا كده المشكلة فيها شقين يا فندم، شق منها يمكن اتكلم عليه سيادة النائب رئيس لجنة الزراعة، وقال احنا عندنا مشكلة كبيرة مع المستوردين اللي بيحطوا هوامش تصل ل10,000 جنيه على كل طن، وبالتالي يجب ايجاد حل حول لهذا الموضوع، جزء منه عن طريق تطبيق الفاتورة الالكترونية والتأكد من مش بس بقى مصدر العلف او الصويا اللي جاية، ولكن كمان هي رايحة على فين. ده كده شق نبدأ بيه الاول، هنعمل فيه يا فندم؟ تمام. يعني أنا بشكر حضرتك الحقيقة، ويمكن الشق ده شق مهم جدا، لأنه في اجتماع دولة رئيس الوزراء امبارح، وجود معالي وزير الزراعة والسادة الممثلين للمنتجين واتحاد الدواجن صغار وكبار المنتجين، ممكن وزارة الزراعة تقدمت بثلاث موضوعات مهمة جدا، إن احنا عشان نحل الأزمة وعشان تبقى بصفة مستمرة وعشان ما تتكررش، لأنه صناعة الدواجن دي صناعة مستقرة والحمد لله بنحقق شبه الاكتفاء الذاتي فيها في اللحوم البيضة والدواجن، ولازم إن احنا نحافظ عليها، لأنه التحديات العالمية الموجودة دي ما تخليناش أبدا نعتمد على الاستيراد بشكل كبير، ولازم يكون عندنا حلول داخلية تأمن الحد الأدنى لاحتياجاتنا. النقطة اللي حضرتك ذكرتها دي كان من الأولويات اللي حطيناها امبارح في الاجتماع قدام دولة رئيس الوزراء، انه زي ما الدولة بتوفر دولارات عشان تدخل الذرة وفول الصويا من الخارج وبتوفره بسعر البنك، لازم السعر اللي يطلع ده ما يبقاش فيه مغالاة والناس ما تتاجرش فيه، ولازم يكون فيه آلية للرقابة عليها عشان يوصل للناس بالهامش الربح العادي اللي يبقى معقول. وعشان كده احنا سعر الذرة وسعر فول الصويا محدد في الفواتير اللي طالعة، وكنا بنتكلم امبارح انه لازم يكون فيه الآلية يشترك فيها وزارة الزراعة مع وزارة التموين مع الجهات الرقابية مع اتحاد منتجي الدواجن، وكمان يمكن معالي الوزير النهارده وجه ان احنا بنعمل دعوه لكبار المستوردين عشان نقعد نشوف نحدد السعر اللي بيجي ايه، تكاليف النقل والشغل والحاجات دي كلها، هامش الربح المعقول، بحيث انه جميع اجهزه الدوله تشتغل في انه لازم يبقى فيه رقابه صارمه، ان الاسعار ما يغلاش فيها ابدا وتوصل للمنتجين والمصانع الاعلاف بالسعر المناسب بتاعها. طيب المغالاه في هوامش الارباح يا فندم هي عمليا تهديد مباشر للامن الغذائي المصري، اللي هو بطبيعه الحال او بالقطع هو امن قومي ما فيهوش هزار. طبعا من يغالي هيتم حسابه ازاي؟ طبعا ما هو شوف، يعني يمكن سيادتك اللي احنا شفناه النهارده ده مجلس النواب، والاجتماع بتاع بكره ان شاء الله يكون فيه المسؤولين من الدوله حمايه المستهلك، ويكون فيه الاجهزه الرقابيه، ويكون فيه كل الدوله، كلنا بمسؤوليه مجتمعيه، وكلنا ما نسيبش ابدا يبقى فيه مغالاه ولا يكون فيه استغلال للازمه اللي موجوده، لانه دايما التجار لما بيكون فيه شح في المعروض وزياده في الطلب بيغالوا في هذا الربح اللي بيبقى عندهم، وده مش مقبول ابدا. عشان كده كل اجهزه الدوله مع وزاره الزراعه تشتغل في هذا المجال، بحيث ان احنا نامن وصول المنتجات اللي الدوله بتدفع فيها الدولارات دي للمنتجين، لصغار المنتجين ومصانع الاعلاف، عشان نحل الازمه الموجوده. طيب من ناحيه انه هتشتغل الوزاره مع البنك المركزي وبطبيعه الحال مع كافه الجهات المعنيه على توفير العمله الصعبه اللازمه لاستيراد هذه الشحنات، سواء اذا كانت ذره صفراء او فول صويا او اعلاف مصنعه بشكل كامل او حتى نصف مصنعه، لكن هيبقى عندي جزء هي الافراج عن هذه الشحنات من الجمارك، من المواني يعني. ايوه. هنعمل ايه؟ عشان ما تتاخرش جوه المينا، فيبقى لسه السوق عطشان، فنلاقي تاني التاجر يستغل الازمه، ويبقى اللبانه اللي هيتم استخدامها اصل الحاجه موجوده في المينا، مالناش دعوه. هو الحقيقه المشكله كلها متمثله في توفير الدولارات المطلوبه للافراج عن الشحنات دي في المينا. المينا اتحاد الدواجن جاب لنا بيان من
هيئة المواني ما يعادل 1.5 مليون طن ذرة وحوالي 524 ألف طن فول صويا. دول موجودين في المواني داخل المواني المصرية. العملة الأجنبية دي احنا عارفين التحديات اللي الدولة بتتعرض لها كلها والمطلوب من الدولة كله، ودي من الضروريات اللي الدولة خلاص حطتها في أولوياتها أنها لازم توفرها بحيث بصفة مستمرة، لأنه لما نطلع جزء ونسيب الباقي أو نقف تاني هتفضل الأزمة مستمرة. الحقيقة تم الاتفاق أنه معالي وزير الزراعة مع البنك المركزي مع اتحاد الدواجن بنحدد كل أسبوع الكمية المناسبة اللي تكفي للإنتاج الأسبوعي، والبنك المركزي بيوفر العملة بتاعتها وبيتم خروجها، ونتابع بقى الآليات بتاعة الرقابة اللي تتعمل اللي كل أجهزة الدولة لازم تتكاتف فيها والمسؤولية المجتمعية فيها، إن احنا نوصلها للمنتجين بسعرها الحقيقي من غير أي استغلال. طب معلش بعد إذن حضرتك برضه اسمح لي يا باشمهندس، مدة الأسبوع دي هي مدة زمنية كافية ولا أنا أحتاج أنه يبقى في عندي نقد متوفر على الأقل كل 15 يوم؟ يعني أنا مش عاوز أزنق نفسي في مدة شديدة القصر زي الأسبوع، فأنا عايز الآلية بتاعتي أبقى مستريح فيها، علشان الأسبوع خلص وافترضنا أن في يوم تأخير فأصبح كده 8 أيام، يوم التأخير التاجر اللي من النوع إياه هيستغل الموقف فورا. تمام. فإيه؟ يمكن احنا الحقيقه مع اتحاد الدواجن حسبنا الاحتياجات الشهريه وحددناها وقلنا الاحتياج الشهري في حدود 400,000 طن ذره وحوالي من 200 ل 250 الف طن ذره فول صويا. وده الخيار بقى عند البنك المركزي، لو توفر العمله وبقت تطلع الاحتياج الشهري ده يطلع مره كل شهر ده كويس، انما مع الظروف اللي موجوده لو مش متوفر وطلع اسبوع باسبوع وبقينا قدرنا ان احنا نزود ده يبقى حاجه كويسه. انما انصح بانه يبقى نصف شهر يا باشمهندس قدر الاستطاعه، انا مش عاوز ابقى بتعامل بطريقه لما التلاجه تفضل نبقى نملاها. والله عاوز يبقى عندي مساحه احتياطي زي ما حضراتكم موفر لنا كده مساحه ضخمه من الاحتياطي الاستراتيجي من الاقماح. تمام. فانتم موفر لنا يجي 6 اشهر واكتر. فاحنا عايزين نخلي في حكايه العلف او الصويا او الذره بال 15 يوم، يعني نمشيها دلوقتي كده لحد ما تتحل الازمه ولا ايه؟ احنا بنطالب اهو ان يبقى كل شهر. ماشي. انما لو ده متاح تبقى حاجه كويسه جدا ويأمننا كلنا ويدي راحه للسوق ولكل حاجه. انما اذا كان ده فيه صعوبه في الوقت الحالي وبقى فيه اسبوع باسبوع هتمشي العمليه برضه والانتاج هيتوفر ان شاء الله. الكره في ملعبكم يا فندم. احنا يعني نتمنى، لانه انا دايما بقعد احط في دماغي التصور بتاع دولة قادرة على انها تعمل اكتفاء ذاتي من الثروة الداجنة والبيض، لكن في نفس الوقت يبقى في عندها الاسعار تقفز هذه القفزات في هذه النوع من المنتجات او في هذا النوع من المنتجات بسبب سعر العلف. حرام. طبعا ما حدش عايز يبقى فيه أزمة أبدا. الموضوع كله واضح قدام الجميع أنه المشكلة في الأزمات اللي موجودة، ومن ضمن هذه الأزمات والظروف اللي موجودة في توفير العملة الصعبة للاحتياجات الموجودة. إنما الحقيقة وزارة الزراعة اشتغلت في اتجاه كمان بقى تاني عشان في المستقبل إن شاء الله أن احنا نزود إنتاجنا المحلي. هو ده الحل. بنزرع ذرة صفرا وصويا. عارف احنا السنة دي عملنا تعاقدات، ويمكن معالي الوزير كان مع سيادتك في المداخلة. صحيح. والسنة دي اتزرع حوالي 3 مليون فدان ذرة وانتاجهم كويس جدا، والمزارعين الحقيقة التزموا وورضهم وكسبوا وبقت حاجة كويسة، وإن شاء الله هنتوسع في السنة الجاية. وزارة الزراعة السنة دي وفرت تقاوي فول صويا لأول مرة لزراعة 150 ألف فدان حد أدنى. فول صويا باذن الله عشان نبدا نزرعهم باذن الله. وبنشوف برضه مع اتحاد منتجي الدواجن ومع مصانع الاعلاف ان نعمل تعاقدات مشجعه للمزارعين ونامنهم بحيث ان يبقى فيه الناس تزرع وهي مطمنه عشان نوفر، لان كل ما نزود انتاجنا المحلي
كل من قلل الاعتماد على الاستيراد وما نتعرضش لازمات. صح، وانا عارف يعني اصلا معالي الوزير هو عارف يعني معزته عندي قد ايه وكم تقديري طبعا. واحترامي، وانا عارف فعلا انه هو مهتم جدا بمساله الزراعات التعاقديه وما الى ذلك. طيب انا هسال سؤال برضه يا باشمهندس، معلش، الراجل اللي اعدم الدواجن بتاعته ده، حضراتكم كوزاره لكم حق التحرك تجاهه ولا لا؟ يعني هل يفلت بهذه الفعله الشنيعه؟ يعني الحقيقه ده راجل اهدر ثروه، هيجي يقول لك فلوسي وانا حر، هقول له ده بالظبط عامل زي اللي رمى اللبن في الترعه. طب انت مش عايزها؟ في صغار مربين قد يكونوا عايزينها، وزعها على خلق الله ببلاش يا سيدي، ان شاء الله يا رب يذبحوها ويسلقوها هياكل، لكن للدرجه دي يعني؟ لا يعني لا، رحمه مفيش، وطريقه رحية. قتل غير رحيمه، وفي نفس الوقت اهدار لثروه فلوسها بتاعتك، بس دي ثروة داجنية ملك هذا المجتمع. هل الوزارة لها يعني حق قانوني في التحرك تجاه هذا الرجل؟ والحقيقة أنا بس عايز أوضح جزئية في هذا الأمر. يعني ده سلوك مش مقبول ابدا. صح. ولا تصرف لا انساني ولا حاجه ابدا ان احنا نعمله، حتى لو واحد عايز يعبر عن رايه في حاجه ولا عايز يصعد مشكله ولا حاجه، ما الابواب مفتوحه في كل مجال وفي كل مكان. ولكن الحقيقه هو اللي بينتج الكتاكيت ده، اللي عايز بيعدمها ده، ما تسيبها بيض وما تصرخهاش. انما اذا كان سعر الكتكوت مثلا ب 2 جنيه دلوقتي، طب انا اعدمه ليه؟ طب ما انا بيعه ب 2 جنيه بدل ما اعدمه، وبدل ما اعدمه ما انا اديه لناس تربيه. بيعه بجنيه يا سيدي، ناس في البيوت وبنص ثمن ولا بثمنهم ولا بالحاجات دي كلها، هيبقى عمل حاجه واستفاد بحاجه. انما الحقيقه ده سلوك مش مقبول ابدا، وما يصحش انه يتعمل كده ولا يغالى فيه، ولا ناس تستغله بقى زي ما حضرتك قلت كده، يعني ناس عايزه يعني عايزين جنازه ويشبعوا في قلاطم دول. طبعا يعني ده مش ماهوش منطق ابدا. انما الحقيقه صناعه الدواجن صناعه عريقه ومهمه جدا، ولما يحصل ازمه زي ما بيحصل ازمات، يمكن الدوله حضرتك شفت بتتحرك بسرعه كبيره جدا، بمجلس نواب بمجلس وزراء بالكامل. ده صحيح، بكل الوزراء. الحقيقه ما حدش ابدا، احنا شفنا ده النهارده وشفنا قدر استجابه الحكومه لده، بس يمكن هيفضل عندي سنه برضو صغيره مش عايز افوتها يعني يا باشمهندس. بعد اذنك، حضراتكم من حقكم التقدم ببلاغ للنائب العام تجاه هذا الرجل ولا لا؟ هو الحقيقه الراجل ده لغايه دلوقتي لا معروف هو فين، ولا الكتاكيت دي فين، ولا رماها فين، ولا عارفين نوصل له لغايه دلوقتي. طب واللي يوصل يعني له؟ ماهوش يعني ده فين؟ يعني ده اتصور فين وموجود فين؟ احنا حاولنا كتير الحقيقه عشان نعرف هو ده فين ولا عمل كده وده فين، لغايه دلوقتي مش عارفين نوصل له. دي سهلة، مصر كلها أوضة وصالة بسيطة. تمام، يعني لازم احنا بسيطة في الحال ده. في الحال ده لو وصلنا له، حضراتكم من حقكم، أنا بتكلم هنا يعني مش بقول لكم اعملوا كده، أنا ضد الفكرة دي، بس قانونا من حقكم التحرك تجاهي بتقديم بلاغ ضده ولا لا؟ والله في الناحية الإنسانية وناحية الحقوق وناحية الشغل والحاجات دي كلها، لازم الراجل ده يبقى يعني لازم يتحاسب، يعني لازم يتعمل له حاجه برضه، بحيث انه ما فيش ده، ما حدش يعمل كده في طبعا في الدنيا كلها. طبعا يعني طبعا دي حاله كارثيه. يعني ده عامل زي واحد يعني عنده ازمه ماليه يقوم يموت عياله، يعني ما ينفعش ابدا. واحد يقول لك انا حر، يعني لا يجي يحرق يعني بيتهم ويقول لك انا حر، يعني انا حر، احنا جينا نهرج في الدرجه، لانه دلوقتي ده يعني بيصير غضب ناس وبيصير قلاقل في البلد وياثر على الامن القومي، يعني ما ينفعش ابدا. عبس يعني. انا بشكرك جدا 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 يا باشمهندس، كل الشكر ليك مهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعه للثروه الحيوانيه والسمكيه والداجنه. الشكر موصول لمعالي الوزير، يعني وقال لنا معلش يا جماعه انا هبقى مطحون مشغول في الكثير من الامور علشان نقدر باذن الله نحل هذه الازمه المتعلقه بمزارع الدواجن وبالاعلاف وما الى ذلك.